حضرتك شو بصير على التيت هاي على الجنيه تبعنا؟ حضرتك شو بصير بالتيتة؟ اقسم بالله تفكر قذيفة اجت من الشام لهون هاوين. اربع سنين مرقوا بدون ما اشوف حدا من عائلتي لحد ما نزلت على بيروت لعند خالتي دعاء وبناتها اللي البيت معهم، ولا كأنه افترقنا. بعدها نفس الاشياء بتضحكنا ونفس الاشياء بتبكينا ضحك. كان في نوع معين من السعادة افتقدته وما حسيت فيه من زمان. هاي الأوطان اللي عم نخترعها وعم نحاول نتمسك فيها هي مجرد وهم. أنا لازم أرجع عشان طبعاً بدي أرجع، لا شك وموضوع ما في نقاش، يعني لأنه إذا بتمني هون بلبنان بحياتي ما بقى بشوف الأولاد. على الأقل هونيك بخلص من وصمة العار اللي اسمها سوري. ما بتفرق، مهم أنه نطلع من 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 هذا المكان. راحت بيوتهم كلياتها لأولادي. هي قليلة يعني. ماني عارفة أنا شو بدي أسوي بحالي، عرفت شلون؟ لما الإنسان الكبير لحاله قاعد عايش في بيته لحاله، هو أحوج الناس لأولاده يعني.